السلام عليكم. اليوم سأتعلم الدرس الأول السلع والخدمات، الصف الثاني الفصل الثالث. هيا بنا. السلع والخدمات. السلع هي الأشياء التي يحتاجها الإنسان وتكون مفيدة في حياته. يمكن الحصول على السلع من الطبيعة، نحصل عليها دون ثمن ودون جهد، مثل الهواء الشمس. بعد تصنيعها نحصل عليها بعد دفع الثمن وبذل الجهد للحصول عليها، مثل الثلاجة، الدواء، التلفاز. تتوافر السلع في الأماكن الآتية: سوق الخضار، الصيدلية، البقالة، متجر الألعاب، سوق السمك، المخبز. تتنوع السلع في بلادي وتنقسم إلى نوعين: سلع أساسي، سلع غير أساسي. السلع الأساسي هو الغذاء، الحذاء، الملابس. السلع غير الأساسي هو اللوحة الإلكترونية، الأيباد، المثلجات، الشوكولاتة. خصائص السلع تختلف أهميتها من شخص لآخر، تختلف في أسعارها، تختلف في أحجامها. أضع الكلمات المساعدة أمام ما يناسبها من الجمل الآتية: نحصل عليها على الدواء من الصيدلية. من السلع، من السلع التي نحصل عليها دون ثمن. الهواء. تختلف السلع في أشكالها. استعين بأرقام المجموعة ألف وما فيها من حروف لاستكمال المجموعة باء للحصول على مفهوم السلع نحصل عليها بعد بذل الجهد ودفع الثمن. ثلاثة، ثلاثة سين. خمسة، خمسة لام. ستة، ستة عين. سبعة، سبعة ميم. اثنان، اثنان صاد. أربعة، أربعة نون. ستة، ستة عين. ثمانية، ثمانية تاء. مضبوطة. الجملة هي سلع مصنعة. صنف السلع الآتي وفق الجدول الآتي: السكر. السكر سلع أساسي. الدراجة الهوائية سلع غير أساسي. اللوحة الإلكترونية، الأيباد، سلع غير أساسي. الأرز سلع أساسي. ثانيا، الخدمات وأنواعها. الخدمات هي ما تقدمه الدولة لمواطنين والمقيمين لتسهيل حياتهم. يمكن الحصول على هذه الخدمات بطريقتين: خدمات مجانية دون دفع النقود، مثل الطرق. خدمات غير مجانية بدفع النقود، مثل حدائق الترفيهية، المواصلات، الاتصالات. الإجابة الصحيحة هي الحدائق الترفيهية. الخدمات التي توفرها بلادي: الخدمات التعليمية، خدمة الكهرباء، خدمات المواصلات، الخدمات الصحية، الخدمات الأمنية، الخدمات الترفيهية. أنواع الخدمات في بلادي: خدمات أساسية، خدمات غير أساسية. الخدمات الأساسية هي إنارة الشوارع، الدفاع المدني، شبكة المياه. خدمات غير أساسية: الحدائق، المطارات، المدن الترفيهية. أقرأ العبارات الآتية وأضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة إكس أمام العبارة غير الصحيحة. من الخدمات الترفيهية في بلادي إنشاء الشوارع. خطأ.
توفر مراكز الشرطة في بلاد خدمات الأمن والأمان. صح، من الخدمات الأساسية التي توفرها بلادي خدمة الكهرباء. صحيح، خدمات مجانية، الاتصالات، الكهرباء، خدمات غير مجانية، الصحة، التعليم. أصل بين الصورة ونوع الخدمات التي توفرها بلادي. تعليمية في الصورة الثانية، الكهرباء الصورة الثالثة، مواصلات الصورة الأخيرة، صحية الصورة الأولى. حمدان، جدي تعلمت اليوم في المدرسة أن من أهم الخدمات في بلادي خدمات التعليم والصحة. نعم يا حمدان، هناك تطور كبير في التعليم والصحة وفي وقتنا الحاضر. حمدت، كيف كان التعليم في الماضي يا جدي؟ الجد، كان التعليم بسيطا ويهتم بتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. حمدان، من كان يقوم بالتعليم في الماضي وأين؟ الجد، المتطوع لأولاد في مكان يسمى الكتاتيب، والمتطوعة للبنات في بيتها. حمدة، وماذا عن العلاج قديما يا جدي؟ الجد، في الماضي كان يعتمدون على الأدوية الشعبية. حمدان، ومن كان يقوم بعلاج المرضى؟ الجد، المعالج يسمى المداوي. حمدة، الحمد لله الذي أنعم علينا بالخير الوفير والعلم والصحة والعافية. وفرت بلادي لنا الخدمات التعليمية وصحية ومجانية، منها خدمات التعليمية، خدمات الصحية. خدمات التعليمية هي المدارس، الكتب، الحافلات المدرسية. الخدمات الصحية هي الدواء، التطعيم، علاج الأسنان. أصل بين الصورة والعبارة التي توضح الخدمات التعليمية والصحية المجانية في بلادي. خدمات التعليمية، الصورة الأولى والصورة الثالثة. خدمات الصحية هي الصورة الثانية، الصورة الأخيرة. أقرأ العبارات الآتية وأضع علامة صح في المربع الذي يعبر عن السلوك الصحيح. أنظف أسناني كل يوم. صحيح، أستخدم الأدوية دون استشارة الطبيب. خطأ، أحافظ على سلامة كتبي وأجهزتي. صحيح، أخالف أنظمة المدرسة ولا أتبع التعليمات. خطأ، أختار الإجابة الصحيحة للجمل الآتية وأضع حولها دائرة. تعلم الأولاد في الماضي في الكتاتيب على يد المتطوع. من الخدمات المجانية في بلادي، الكهرباء، الطرق، التعليم. الإجابة الصحيحة هي الطرق. قامت المتطوعة قديما في بلادي بتعليم البنات في المدرسة، البيت، المسجد. الإجابة الصحيحة هي البيت.